عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج تفسير الأحلام، وأواصل معكم الحديث بإذن الله تعالى عن أحكام الرؤية، وأبدأ بالحديث عن الأحلام التي تراود كثيرا من الخلق والتي تكون في الغالب من الشيطان، وهي أحلام معدودة يأتي بها الشيطان لبني آدم ليدخل عليهم الخوف والحزن، وهي تقريبا 10 أحلام تتنوع من شخص إلى آخر. أول هذه يعني الأحلام حلم الاحتلام، أن يرى الإنسان ما يتسبب في احتلامه ونزول المني منه في المنام، وهذا الاحتلام يكون من الشيطان. لذلك المعبرين سواء المتقدمين أو غيرهم لا يعبرون المنام الذي فيه احتلام لأنه من الشيطان كما قال جمهور أهل العلم. فالإنسان إذا رأى في منامه ما تسبب في احتلامه وهو نائم احتلاما يوجب غسله فإن ذلك من الشيطان وليس رؤية من الله عز وجل. فمثل هذا المنام لا يقص على المعبر ولا يسأل عنه لأنه ليس له تأويل، إنما هو باطل لا معنى له ولا مدلول له. والدليل على هذا أيضا كما في القرآن في قوله عز وجل: إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فالله عز وجل لا يأمر بني آدم بالفحشاء ولا يريهم ما يدخل عليهم الشهوات، إنما كل ذلك يكون من الشيطان وليس من الله سبحانه وتعالى. أيضا هناك أحلام أخرى مثل السقوط. كثير من الناس يقول: أنا رأيت في المنام أني أسقط من مكان عالي. وهذا الحلم يتكرر مع كثير من الناس، وكثير من الناس يسأل عنه. وهو في الحقيقة حلم السقوط له حالتين: الحالة الأولى أن يكون فيه يعني خوف وهم وحزن ونحو ذلك، أو بكاء أو صراخ، فكل ذلك دليل على أنه من الشيطان قولا واحدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فلا يحدث بها أحدا ولا يستعذ بالله منها ومن الشيطان الرجيم. فدل ذلك الحديث على أن المنام الذي يكرهه الإنسان ولا يحب أن يحدث له ما رآه فيه هذا علامة واضحة على أنه من الشيطان وليس من الله عز وجل. هناك حالة أيضا ثانية أيضا لرؤية السقوط، وهي أن الإنسان يعني يرى في منامه أنه يعني يسقط، لكن لا فزع ولا حزن ولا خوف ولا أي شيء من هذا القبيل. ففي هذه الحالة يعني قد يكون لها مدلول ومعنى في هذه الحالة، ما دام أنها ليس فيها حزن ولا فزع ولا بكاء ولا صراخ. أيضا من الأحلام التي يأتي بها الشيطان كثيرا لبني آدم حلم الامتحان. كثير من الناس يقولون نرى يعني يقول مثلا: رأيت أني في امتحان والوقت مثلا كاد أن ينتهي ولا أحسن الإجابة، أو أني في امتحان ولا علم لي بالإجابة، أو أنتظر ورقة الإجابة ولم تأتي. كثير من هذا يعني يحدث لبني آدم لإدخال الحزن عليهم، وهذا المنام أيضا من الشيطان، ومما يتكرر كثيرا على بني آدم ليدخل عليهم الحزن والفزع. فيقوم الإنسان من مثل هذا المنام وهو مقروب مهموم حزين. فالذي يلزم الإنسان في هذه المنامات التي تأتي من الشيطان
هو الاستعاذة بالله عز وجل، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعوذ بك من شر ما رأيت، ويدفل على يساره 3 مرات، وإن تيسر له أن يقوم فيتوضأ فيصلي 2 ركعات كان ذلك أكمل وأنفع له بإذن الله تعالى، ولا يضره شيء مما رآه في منامه مهما كان الشيء الذي رآه. فالشيطان لما كان يعني بني آدم يبغضون يعني في الغالب الامتحانات في الحقيقة. معنا اتصال، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا اتفضل حلو كده. اتفضل تحت امرك. اتفضل. أنا لي عيل كده كنت هو صغير، حلمت إن هو إنني ذبحه. وبعدين بعدها بقى دي حلم لوحده كده. ماشي؟ نعم. بعدها بقى حلمت إنني وأبوه أني وجودي يعني في الضيف، فلينا فرس بيلعب حوالينا كده. نعم. وصلت لقيت الفرس. الفرس بيعلى بيعلى كده فوق وبيرقص حوالينا وبيلف حوالينا كده. فرع من شجرة يعني؟ لا مش فرع، الفرس فرس. فأرة؟ فرس فرس يا رؤيا. فرس إيه؟ فرس نعم. فرس أحمر كده. نعم. أنا حلمت إن هو إيه؟ أنا وجوزي بنشتغل في الغيط وهو بيلعب حوالينا، هو بتاعنا يعني. نعم. وبعدين لقيته إيه؟ طاير في الهواء كده وبرقص حواليني. وبعدين قلت يا محمد فرس ده هيضيع مني، ما تجيب حد ينزله. فجأة لقيته نزل في سور مش ليه باب، والسور ده بعيد بس السور ده قدام بيتي. فالسور ده مش ليه باب. فأنا قلت طب خلي حد يناوله، الحد ناس تناوله البعض، وأنت إيه؟ وعلى مسلك من الباب الصغير ده خلاص وتيجي تاخده مني. عم من الباب اللي هو ضيق ده صغير ويجي يلاقي الناس اللي هم واخدينه ده سابوه مشي. فانا قلت له بسرعه يا محمد امشي ورا احنا الفرس ايديه. قام مشي وراه اجى قال لي ده الفرس قالوا لي راح عند زينب، واحده اسمها زينب وفي غربي. راح لهم يجيبوا قالوا له ده الفرس احب اشوفه لك مش من غير. نعم. دي حلو. طيب هو ابن حضرتك وهو صغير كان بيشتكي من حاجة أو قلقانين عنه من بحاجة معينة؟ اللي هو كبير حصلت له حالة كده نفسية. نعم. وحلم ثاني يا شيخ برضه، حلمت إن إحنا يعني إحنا في أرياف يعني. أيوه. فحلمت إن بروح في الزريبة لقيت معز كتير قوي. لقيت إيه؟ معز كتير. معز وملمومين على معزه منهم ما اعرفش برضعوا فيها، ما اعرفش ناس كتير جواني بقول ايه هو يا صلاه النبي هو اللي بيزل كتير دي ده لازم ما تكبر سن الزريب. وبعدين بعدها بقى بقول انا بقول ايه هي المعزه الكبيره هو الهون الكبير، انا بقول هو الهون الكبير ردت المعزه منهم قالت ده هو الكبير بس مش يقدر يشد حبل. وخلص الحلم ده على كده. نعم. وخلص الحلم ده على كده. في استفسار لسه حلمين كمان معلش يا شيخ. طيب ماشي اتفضل. طب يعني نفسر لك اللي انت قصتيه الاول. طب ماشي بسرعه معلش الله يخليك. ماشي. هو حضرتك بالنسبه للرؤيه الاولى اللي هي رؤيه الذبح فيها بشرى يعني لابنك لما انت شفت الرؤيه ديت بان ربنا يعني يفاديه من مكروه. رؤية ان انت رأيت ان انت بتذبحي ابنك فيها بيان من الله عز وجل بان الله تعالى سيفاديه من مكروه. والدليل على هذا في قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم. فالانسان اذا رأى في منامه انه يذبح ابنه فهي فداء له، بشرى بالفداء له من امر مكروه. واحيانا بيكون فيها تذكير بالعقيقه اذا كان الابن لم يفعل له عقيقه. اما بالنسبه للرؤيه الثانيه اختي الكريمه وهي رؤيه الفرس ففي الحقيقه هذا المراد به الابن يعني في الرؤيه. ففيها ان هو سيكبر يعني وسيكون في حاله جيده لكن
هيحصل يعني شوية ايه بعض المشاكل له، عشان كده حاولتوا ان انتوا يعني تجيبوه او ان انتوا تعثروا عليه، وكان بيهرب منكم في الرؤية يعني. فاذا عثرتوا عليه في الرؤية وكان في حالة جيدة يبقى بشرى له بحصول الشفاء بإذن الله تعالى، والله أعلم. أيضا من الأحلام التي تتكرر كثيرا على بني آدم حلم يحدث يعني لكثير من الناس ويشتكون هذا ويحكون يعني حدوث ذلك لهم يعني، ألا وهو أن بعضهم يرى أن هو مقيد أو أن هو في حد ماسك لسانه وإيديه ورجليه، وأن هو بيحاول يعني يتكلم أو يذكر الله عز وجل مش بيقدر، وبيجد أن لسانه مقيد، وأحيانا يعني يشعر أن حد ضاغط على صدره ويظل هكذا يعاني كثيرا. احيانا يتخيل اليه في المنام يعني ان هو ينادي على احد ولا يسمعه، يحاول ان هو يشير ولا يستطيع، الى اخر ذلك يعني من الافعال المتقاربة من هذا يعني. المهم ان هذا الحلم ايضا هو من الاحلام التي تكون من الشيطان، والتي يأتي بها كثيرا لبني ادم ليدخل عليهم الحزن. فمن رأى ذلك أو حدث له شيء من ذلك، معنا اتصال من الأستاذة هبة، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حضرتك، كان ليا رؤيتين لأخويا وللشيخ إبراهيم حمدي، ممكن أقولهم؟ أه اتفضلي تحت أمرك. حضرتك أخويا كنت حكمت بيه إن هو لابس جاكيت أسود، كان متغطي كله بقشر السمك يعني، وكان لابس بنطلون أسود وجزمة سوداء. هو عمال يجري وكده، قام هو وقع في الارض وجزمته اللي كان لابسها في الرجل الشمال اتقسمت نصين وقالها ورماها. نعم الرؤية. نعم. وحلمت بالشيخ ابراهيم حمدي مفسر الاحلام ان هو كان قدام حله كبيره كده زي الازان، وكان فيها ميه بتغلي، وكان معاه معلقه خشب وعمال يقلب في الميه المغليه، وكان حواليها رجاله كتير وكده، فبقول لهم كلهم بيقولوا عليه ان ده النبي صلى الله عليه وسلم، فانا قربت للشيخ ابراهيم، هو قال لهم ازاي تقول على الشيخ ابراهيم ان هو النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لونه ابيض، لكن الشيخ ابراهيم حمدي مفسر الاحلام. اه كلهم مش مقتنعين ان ده الاستاذ ابراهيم حمدي، وكلهم بيصمموا ان ده النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. فقربت للشيخ ابراهيم حمدي، كان يعني وشه مجهد كده وعرقان وتعبان يعني، فقربت له بقول له انت ليه بتقلب الميه المغليه؟ قال لي ده انا اعمل شوربه خضار، وعمال بقى يقطع البطاطس والكوسه وعمال يحطهم في الميه المغليه وبس حضرتك. نعم نعم. هي بشرى جيده للشيخ، وفيها لعله يعني بيشتكي من شيء معين ويعافيه الله عز وجل، كما ان فيها مدحا وثناء له في يعني اتباعه للنبي عليه الصلاه والسلام. فالانسان اذا راى في منامه شخصا معينا يعرفه، ويرى في المنام مثلا يقال عنه ان هذا رسول الله، او يقال له ان هو يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه مدح وثناء له انه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله اعلم. معنا اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، اتفضل. لو سمحت، انا حلمت، انا اسمي نهى فتحي، وحلمت كان جوزي قاعد معايا يعني، فبيقول لي جوزي هنا، فانا بمضي فمضيت في الاسم نهى محمد، ففي حد قال لي اكتبي نهى محمد ما تكتبيش نهى فتحي. نعم. فكتبت نهى محمد. نعم. ده أول حلم. والنهاردة حلمت إني أنا بكلم سلفتي في التليفون اسمها علا بس، فأنا سلمت عليها وعاملة إيه الحمد لله، بس ما ذكرتش اسمها يعني، لأن هي في مشاكل بينها وبين جوزها، فأنا خفت أقول اسمها بنتي تروح تقول هناك يعني، أنا بكلمها في التليفون وكده. نعم يعني، معلش يا رؤية مش واضحة، ممكن تقوليها كويس تاني؟ أنا حلمت إن أنا بكلم سلفتي علا في التليفون. آه. بس فقلت لها السلام عليكم عامله ايه وازاي ابنك مش كويس، بس ما ذكرتش اسمها، ما قلتش ان هي علا يعني، ما قلتلهاش ازيك يا علا. نعم.
بكلمتها يعني كويس عشان هي في مشاكل بينها وبين جوزها يعني، فانا مرضتش اقول عشان بنتي الصغيره ما تقولش ان ماما بتكلم طنط علا وكده يعني. اه بس كده؟ ايوه بس الحمد لله. طيب في رؤيه تانيه ولا حاجه؟ في والله الحمد لله يعني، انا مره حلمت ان انا شفت الكعبه. نعم. وبس هي مش مكانها، مش مكانها يعني الحقيقي بتاعها اللي انا روحته يعني. نعم. بس فانا اتمنيت امنيه ان انا قدام الكعبه ان انا ادخل الكعبه من جوه. نعم. بس فجالولي ففجاه لقيت ان الباب اتفتح ودخلت الكعبه، بصيت يعني جواها كده، فقالولي تعرف الستاره الخضراء اللي هناك دي لو انت وصلتيها ودعيتي ربنا ان شاء الله هيستجب لك. نعم. فانا رحت مشيت ناحيه الستاره دي وبالفعل انا وصلت لها ولقيت زي ميه كده ندى نزل عليا، وقعدت ادعي قلت يا رب كرمني بالوظيفه وكده. نعم نعم. بس الحمد لله يعني بشوف الحمد لله، وشفت مره الروضه برضو عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. طيب افسرها ان شاء الله تعالى. بالنسبه للحلم الاول حضرتك حكيتيه، بالنسبه للاتصال على احد اقاربك يعني، هذا حديث نفس وليس رؤيه من الله عز وجل. لكن الرؤية الثانية رؤية الكعبة فهي رؤية من الله عز وجل، وهي بشرى لك بحصول أمن وقضاء حاجة من الحوائج، من حوائج الدنيا، والله تعالى أعلم. فقلنا من الأحلام الكثيرة التي تتكرر على بني آدم أن هو يجد نفسه يعني مقيد، يجد نفسه يستغيث بأحد ولا أحد يسمعه، كل هذا من فعل الشيطان ليدخل على الإنسان الخوف والحزن والفزع. وكما وصف الله عز وجل كيد الشيطان بأنه ضعيفا، لذلك هي أحلام معدودة في الغالب تتكرر على أكثر الناس ليدخل عليهم الهم والحزن والبلاء. أيضا من الأحلام التي تتكرر كثيرا وهي من الشيطان حلم يعني مهاجمة الحيوانات، أنه يرى مثلا أبقارا تجري خلفه، أو ثور يجري خلفه، أو كلاب، أو حيوانات مخيفة أو شكلها قبيح، كل هذا في الحقيقة أيضا من الشيطان ليدخل على الرائي الهم والحزن. نعم. أيضا من الأحلام المتكررة يعني كثيرا حلم مجالسة الأموات والقبور وحصول الخوف والضيق، يرى أنه هو يجلس مع فلان من الأموات يتكلم معه كأنهم يعيشون يعني في الحياة الدنيا، يدخل قبور يحصل له فزع خوف حزن كرب إلى آخر هذه الأمور كلها. فهذا أيضا من الأحلام المتكررة على الناس وهي من الشيطان، فمن رأى شيئا من ذلك استعاذ بالله عز وجل. معنا اتصال من أم محمد، تفضل يا أم محمد. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة عم الشيخ أهلا بحضرتك تفضل. أيوة أنا حلمت حلم خير بعد الفجر على طول. خير إن شاء الله. اللي مرات ابني حامل بس الحمل في صدرها. نعم. وكان معايا ايه بنت اسمها هاجر. نعم. بس كده بس. نعم. طيب هي في الحياة حمل؟ انقطع الاتصال. يعني هذا المنام والله تعالى أعلم معناه الذي يظهر لي أنه أن هذه البنت يعني عندها، أو هذه المرأة عندها هم على صدرها يعني، والله أعلم. فأسأل الله عز وجل أن يفرج همها ويذهب بكربها، والله تعالى الموفق. أيضا من الأحلام التي يعني تتكرر كثيرا حلم فقد الأشياء السمينة أو كسر الأشياء السمينة الغالية عند الإنسان، فيرى مثلا أن هاتفه مثلا انكسر، يرى أن السيارة انكسرت، أو حدث لها حادث أو غير ذلك،
من كسر الأشياء الثمينة عند الإنسان. فالشيطان لما كان يعلم يعني من الإنسان أنه هو متعلق بهذا الشيء ويريد أنه يدخل عليه الحزن، فيريه في المنام أن هذا الشيء الذي يحبه ويعزه انكسر، فيصبح وهو حزين مهموم مما قد رآه في المنام. فمن رأى شيئا أيضا من ذلك ووجد حزنا وضيقا في المنام فليعلم أن ذلك من الشيطان، فلا يقصه على المعبر بل يستعيذ بالله منه، والله الموفق. معنا اتصال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سمعت يا شيخ، أنا شفت رؤية من حوالي يعني شهرين كده إن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل أوضة النوم بتاعي وكان في الأوضة حوض، والحوض ده جديد خالص، جديد خالص يعني مش حاجة في السعودية، جديد خالص، وأنا قاعدة على حاجة عالية كده وورايا حريم معرفهمش وبنزل عليه من مني يعني مش يعني ممنعيني منه جامد كده. فغسل ايده عليه الصلاه والسلام وفي الاوضه بتاع الدولاب بتاع اوضه النوم، فبتضيق بقى عشان نمشي. فانا فقلت يعني فرصه ان اسال على اسال عن حاجه. قلت له يا رسول الله انا هخش الجنه بعد ما طلعت كفت وشه للجهه الثانيه، قام متضير وقام باصص لي وبتبسم لي. نعم نعم. طيب تعرفي بس حضرتك هو كان بذل لحيه وقبل كده شفته. طيب حضرتك ممكن توصفيه؟ بذل لحيه. ممكن توصفيه؟ كان لابس شنع دماغه فيه اللي هو عمامه يعني. كده على الدماغ كده زي العمامه يعني. زي كده مثلا يعني اللي بيقول عليها العمام. العمام. نعم. وشعره اسمر ونازل نص الرقبه كده ومتني كده واسمر جميل قوي، ولابس جلابيه زي يعني اتقلب بسلاحي كده، والارضيه بيضة وشوف بسيطه جدا جدا خضرة كده وبس. وقبل كده شفته عليه الصلاه والسلام. لون 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 وجهه ايه؟ لون وجهه؟ لون وجهه لون يعني مد بحمره كده. نعم. وجسده يعني نحيف ولا سمين؟ لا جسم حلو يعني معتدل يعني حلو. لا ما فيهوش حاجه. المشكله عندي اللي شفت قبل كده السفن برضه بدون لحيه، والمرات بدون لحيه. طيب. وانا في مشاكل مع جوزي بسيطه كده دايما ماشيه معايا كده. طيب وعينه لونها ايه عليه؟ لا هو كان لا ما خدتش بالي، بس هو عادي. في المرتين المره اللي فاتت كان لابس اخضر والعمامه خضراء، والمره دي بنفس بس الاختلاف في المرتين اللي ما فيه بدون لحيه بس. نعم نعم. ولو سمحت حضرتك ممكن تقولوا لي كمان. اتفضلي. ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد. انا يعني موظفه وواخده عجز كل، بس صحتي كويسه، فبس باخد المرتين كامل واروح الشغل. فشفت رؤيا ان واحد بيقول لي انت هتطلع على المعاش. انا عندي 53 سنه، فبيقول لك اطلعي على المعاش سنك 60، وانا دلوقتي يعني هتطلعي على المعاش وانا دلوقتي سني 53 سنه، وانا فعلا بخش الشغل ان انا واخد عقد كلي. نعم. كمان رؤيه لو الله يرضيك. ماشي تفضل. انا حلمت خلصت عنها من دخلت الجنه، ودخلت الجنه والجنه يعني لونها زي اللي لون بيش كده غامق، يعني لون بيش، لون بيش كده زي اقول لك ما زنش كده بقول في الشيخ وكده، واشجار وكله ونور ووسعه. المهم لقيت ان الجنه بتنطر عسل. نعم. فانا قمت فاتحه بقي كده لفوق والعسل دخل في بقي في الجنه. نعم. بس جزاك الله كل خير. تحت امرك، فسرها عليك ان شاء الله تعالى. بالنسبه يا اختي الكريمه للرؤيه الاولى، رؤيه النبي عليه الصلاه والسلام، فهذا الوصف الذي ذكرته الاخت يدل على انها رات النبي عليه الصلاه والسلام، وكونها لم تراه يعني بلحيه، فالعلماء يتساهلون في امر اللحيه في الرؤيه بالذات، لان الله تعالى وصف اهل الجنه بانهم ليس لهم لحيه. فكل إنسان يرى النبي عليه الصلاة والسلام لكن ليست له لحية، لكن الصفات هي نفس الصفات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام المعروفة عنه، فهذا يدل على أنها رؤية من الله عز وجل. وكان العلماء كما تعلمون ابن سيرين وعبد الله بن عباس وآخرون
كانوا إذا قصت عليهم رؤية للنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون صفه لنا، فإذا الرائي وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا صحيحا قالوا نعم لقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت أختي الكريمة لك فضل رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها رؤية حق من الله تعالى، وأنها ليست من الشيطان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. وكون الأخت رأته في غرفتها وأنه تبسم لها لما سألته هل أنا من أهل الجنة أم لا، ففيها بشرى خير لك بحلول البركة في بيتك ودخول الأمر صار عليك، وفيه بشرى أيضا بسعة رحمة الله عز وجل، ولعل أيضا يكون فيها بشرى بأنك بإذن الله تكونين من أهل الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تبسم لك في الرؤية ولم يخبرك بشيء، فكأن تبسمه دال على بشارة خير وعلامة خير لك، والله تعالى أعلم. أيضا من الأحلام التي تتكرر على بني آدم كثيرا حلم الانتحار، أن بعض الناس يرى كثيرا. معنا اتصال من أم أحمد، تفضلي. تفضلي يا أم أحمد. أنا حلمت يعني بإذن الله مدة يومين كده أن أنا راح طلع سلم، السلم ده ما فيش يعني شبرين عرض، السلم ده الناحية دي يعني مسنود على الحيطة، والناحية التانية ما فيش خالص يعني ما فيش لدربجين ولا حيطة ولا أي حاجة. وبعدين طلعت للسلم وأنا مسنود على الحيطة عشان مسنود عشان إن خايفة أوجع، لأن ما فيش سلام ما فيش سندة. نعم. فطلعت لقيت واحدة هي متوفية من زمن يعني بتاع 20 سنة وكده. نعم. فقالت لي اطلع، قلت لها لا ازاي انت طلعتي انت تخينه وانا تخينه، ازاي ده انا هبقى ازاي بتطلع السلالم دي وما فيهاش سنده وانا مسنوده على الحيطه، بالله اطلعي انا زيك تخينه. قلت لها لا لا انا هنزل. رحت نزلت رمحه، نزلت من السلالم رمحه وسبتها هي فوق، نزلت رمحه فدخلت في اوضه كده لقيت بنتها، بس بنتها عايشه يعني، فحطيت لي شويه حاجات كده يعني زي فاكهه زي حلو كده، وقعدت معايا بنتها العايشه دي وقعدت اقول لها ازاي امك طالعه فوق مش عارفه ازاي تطلع من غير سنده، ودي شبرين يعني لو السلالم طبعا عريضه ممكن، لكن لما في شبرين انا مسنود على الحيطه ودي فاضيه السلالم بطوله فاضي. فيعني سيادتك عايز افسر الحجم ده ان شاء الله تعالى باذن الله. شكرا. طيب كانت اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ هي اسمها فوزيه. اللي هي طلعت السلم معاكي؟ لا هي انا طالعه لقيتها فوق. انا فاهم اللي هي طلعت يعني. هي طيب طالعه. اللي انت نزلت لها اسمها ايه؟ اسمها اصلاح بنتها يعني. اصلاح. نعم نعم افسرها. نعم افسرها لك ان شاء الله تعالى. شكرا. لا الرؤيا هذه اختي الكريمه فيها بيان من الله عز وجل ان في امر من امور تريدين يعني نفوه او تنفيذه او الصعود فيه، لكن تختارين الاصلح والانفع وتتركيه، لان دخولك فيه نوع مخاطره وقلق وقد يحدث لك منه بعض المشاكل، فتختارين الاصلح وتتركين هذا الامر ان شاء الله تعالى. ولذلك نزلت من السلم ذهبت للبنت اللي اسمها اصلاح، يعني انك ستختارين الاصلح والله اعلم. المرأة الثانية تختار تنفيذ الأمر وتختار أنها تنتهي من هذا الأمر وأنها تفعل هذا الأمر، ولذلك جاء أن اسمها فوزية. معنا اتصال من أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا برضو شفت رؤية حضرتك. اتفضلها تحت أمرك. لرسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. يعني نمت، أنا كنت هصلي القيام وبعدين نمت متضايقة، شفت بقى نور جامد في وشي، نور جامد بفظاعة يعني لدرجة اني قمت بس ما صحيتش يعني، فشفت رسول الله عليه الصلاة والسلام بس بظهره اللي هي حركة ان انا اقوم يعني اقوم بشعره وشعره طار كده.
نعم يعني صح. فطبعا بس والنور فضل شويه وراح، بصيت لسه بقوم كده لقيت ايه الجامع تحتي هنا، فلقيته بيقول حي على الصلاه حي على الفلاح. نعم، لكن وقع في نفسك يعني ان هو النبي عليه الصلاه والسلام؟ انه ايه؟ انه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني. ما هو جلابيه بيضاء ونور جامد قوي شعر اسود، انا ما انا قلت كده. نعم، طيب حضرتك احساسك ايه لما قمت من الرؤيه؟ كنت الاول خايفه طبعا، كنت فرحانه ومبسوطه بس كنت خايفه، وعيطت قمت جريت طبعا اتوضيت وصليت. نعم نعم، افسرها لك ان شاء الله تعالى. طب في حاجه تانية برضو يعني حاجه شفتها برضو حلو، ان انا بنت ابن عمي كان توفى هو ومراته. نعم. فحلمت ان انا يعني حاضنه بنت بنت اللي هي مراته يعني، وهم نايمين كده وانا معاهم وبنضحك بضحك جامد، حضنها بضحك جامد، هو بص لي بقى كده بص لنا احنا الاثنين واحنا بنضحك. مين اللي بص لكم؟ هو ابن عمي، هو ومراته نايمين جنب بعض يعني، وهم ميتين يعني، وانا حاضنه مراته. نعم، كان شكلهم جيد؟ كنا بنضحك. كانوا كويسين؟ لا، ما هو كنا ان هم توفوا. لا لا، كان شكلهم حلو في الرؤية. هي كانت بتضحك. لا انا ما شفتوش. بص لي كويس، وهي يعني انا وهي كنا بنضحك، بس بنضحك جامد وانا حضناها. نعم الحمد لله. بس نعم، افسر عليك ان شاء الله تعالى. طب كتر الف خيرك. شكرا، تحت امرك. الله يبارك فيك. مع السلامة. مع السلامة. الرؤية الأولى أخت الكريمة وهي رؤية النبي عليه الصلاة والسلام أنه على هيئة نور، فمن المعلوم أيضا عند أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يرى على هيئة نور في المنام، وتكون رؤية من الله عز وجل، وهذا من لطف الله عز وجل بك ورحمته بك. فلما نمت يعني وعندك كرب أو هم أو تشعرين بالحزن، أتاك الله عز وجل برؤية تدخل عليك الفرح والسرور وتخفف عنك من الهم والحزن، فهي رؤية تفريج وإدخال سرور عليك من الله عز وجل. أما الرؤية الثانية فالميت إذا رآه الحي وهو يضحك أو مبسوط أو يظهر عليه السعادة أو يظهر عليه الراحة، راحة العيش، فهي بشرى خير له، وكونك يعني تحتضنين الميت أيضا فهي تصبير لك من الله عز وجل لإدخال الفرح على نفسك، والله تعالى أعلم. السلام عليكم، معنا اتصال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. لو سمحت أنا عندي حلم. اتفضلي تحت أمرك. انا حلمت ان انا ذبح اخويا. نعم. فبعدين مراته واقفه قصادي، بعدين بقول لها امسكي علشان اذبحه، فبعدين قعد مسكته ذبحته فعلا، بس ما نزلش دمه ولا حاجه، بقول لها نذبحه قبل ما يموت. فبعدين ذبحته ومسكت بطنه وفتحتها كده، فروحت لحد كبده قلت له ايه شايفه كبده ده، هو ما كانش يعيش اكتر من كده. وايه الحال في الرؤيه يعني، كنت عادي يعني ولا؟ ايوه كنت عادي. ما كانش في حاجه، فيش حاجة خالص. طب المرأة اللي كانت موجودة معاكي في الرؤية اسمها ايه؟ مرات اسمها نعيمة. نعم نعم. ايوه عن حضرتك انا كنت قلت لك مرة حلم بس انت ما خلصتوش ليا، بتاع اللي انا حد بيزرع عنب في ارض الارض. ايوه فاكره. ايوه ما حضرتك ما فسرتوش ليا. نعم افسره ليك ان شاء الله. طيب ماشي. بالنسبة لأختي الكريمة رؤية العنب في الأرض، فالعنب عين، إصابة بعين يعني، فإن كنت تشتكين من شيء فعليك برقية شرعية، فالظاهر أنه حسد والله أعلم، لأن العنب حبه يأتي في المنام يدل والله تعالى أعلم على إصابة الإصابة بالعين. لكن إذا كان عنب يؤكل وفرح الرأي به أنه سيأكله أو أنه يأكله أو نحو ذلك فهو رزق وخير والله أعلم. أما رؤية الذبح لأخيك فهي متعلقة بالواقع، فالظاهر أنك يعني تنالين نعمة من أخيك وتأخذين منه شيئا تنتفعين به والله تعالى أعلم، هذا إذا كان العلاقة جيدة معه يعني. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. أهلا بحضرتك، اتفضلي. أهلا بك يا ابني. الله يبارك فيك. أنا ست عمري 66 سنة.
ربنا يبارك فيك يا رب ويبارك لك في صحتك. عندي رؤيتين شفتهم. اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. امبارح توفى عندنا شاب. نعم. فهو توفى بالليل وانا بعد ما صليت الفجر غفلت. هو يبقى ابن اخت زوجي. فنمت بعد صلاة الفجر شوية غفلت فلقيته جاي لي هو الشاب ده وبيتكلم معايا وصحته حلوة جدا وكويس. نعم. وبقول له يا فلان انت 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 ما متش انت كويس. امال بيقولوا ان انت مت؟ قال لي والله انا كويس وصحتي كويسة وكان في اكل مد ايده واكل. الاكل كان نوع ايه؟ نعم؟ نوع الاكل ايه؟ مش فاكرة. كان في اكل على السفرة مد ايده واكل. نعم. فقلت له طيب يا ابني وبيستأذن وماشي. بقول له انت رايح فين؟ قال لي ما رايح لهم بقى عشان يدفنوني. قلت له ازاي يدفنوك وانت حي؟ هيدفنوك وانت حي؟ قال لي هم عايزين كده. قلت له بس انت ما انتش ميت. طب قال لي لا ان شاء الله ايه لما اروح لهم يدفنوني هموت. قلت له طيب يا ابني وبعدين؟ قال لي يلا ايه يا مرات خالي نتقابل في الجنه ان شاء الله. نعم نعم. ادي الرؤية وقمت صحيه. نعم. دي الرؤيه الاولانيه. الرؤيه الثانيه هو ميت بايه؟ نعم. مات بايه؟ بسبب ايه؟ مات بايه؟ بسبب ايه يعني؟ كان عنده فشل كلوي. الله يعافيك يا رب ويعافيك. امين يا رب. الرؤيه الثانيه انا شايفها من 20 سنه. نعم. الرؤيه الثانيه انا شفتها من 20 سنه. انا كنت مقيمه في السعوديه في بلد جنب المدينه المنوره. نعم. وكنا دايما بنروح نزور قبر الرسول ونعمل عمره كتير يعني والله الحمد. عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. فكان عندي بنت عندها 10 سنين وزوجي وانا ورحنا عشان نزور قبر الرسول. فلقيت بيت صغير كده جنب المسجد وجوزي واخد لحمه وواخد باميه خضراء وواخد ناس عشان يطبخهم ويوزع على فقراء الحرم. نعم. فالمهم لقيت البيت ده فرحت خدت بنتي في ايدي ودخلت. فبقول له انا هروح البيت ده اشوف فيه ايه تيجي معايا؟ قال لي لا انا هنا ايه هعمل نعمل الاكل عشان نلحق نوزع على الفقراء. قلت له طيب. خدت بنتي ودخلت فلقيت السيده عائشه رضي الله عنها في استقبال رضي الله عنها. فسلمت عليها وبعدين سالتها الرسول صلى الله عليه وسلم موجود؟ قالت لي هو في الصلاه تنتظريه؟ قلت لها يا ريت. فانتظرته فدخل علينا عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. فسلم وردينا السلام وقعد شويه كده وبعدين جاب كرتونتين صغيرين. الكرتونه يعني طيب انقطع الاتصال. ان شاء الله تعالى افسر هذه الرؤية قبل انتهاء وقت البرنامج. هذه الرؤية بشرى من الله عز وجل لك بحسن الخاتمة وانك تكونين من اهل الجنة ان شاء الله تعالى. كما ان فيها بشرى ايضا لهذا الشاب بانه من اهل الجنة لانك رأيتيه يعني انه هو حي وليس بميت. فهذه بشرى للميت دائما ان شاء الله تعالى انه من اهل الجنة، لا سيما أن هيئته حسنة وأنه قال لك أيضا في المنام سنلتقي في الجنة. فهي بشرى لك بحسن الخاتمة وأنك تكونين بإذن الله تعالى من أهل الجنة. أما الرؤية الثانية رؤية النبي عليه الصلاة والسلام فلم تكتمل، فإن شاء الله تعالى لعلنا نسمعها كاملة ونفسرها. هذا وقد أشار الإخوة جزاهم الله خيرا إلى انتهاء وقت البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه القناة وفي القائمين عليها. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Allah, Allah, Allah.
الله.